كيف كان السلف يقومون الليل كله النصف لا يحد؟ ما ورد مثل هذا يا أخي إلا أندر من النادر. وكان السلف يحزبون القرآن، كل واحد له حزب، حتى يأتون على القرآن كله. من نسي أو من نام عن حزبه من الليل فصلى فليصلي، كان إذا فات حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة.